خلاص بنخليه لين ينشف من المي وبنعيد بنحطه بعدين في الكسكس هذا لانه كسكس صغير فبنقسمه على مرتين. المره الثالثه في ناس بتحطه بس مرتين وبس، احنا بنسويها ثلاث مرات حتى ما يوجع بالمعده وهو اصلا اوريدي خف. شفتي اول مره حبايه قديش كانت، الحين لانه طبخت زادت شويه فهذا بيتضاعف بعد شويه وبس. دقيقة بس خلاص خلاص الحين اليوم ما شاء الله تاكلوا احسن كسكسو ان شاء الله ياك. سلام وسلام على رسول الله الى جاي جا سيدنا محمد الله معجل علي. بالنسبه لهذه هي البصله، حنا غنديروا كسكسو بالتفايه وبالخضره يعني سويت ومالح. هذه البصله كنشدو تقولي خاص تكون كميه كبيره حق البصل، وتضيفين مع كركم اللي هو خرقوم، فلفل اسود اللي هو ابزار، وبتحطين معها دارسين اللي هي قرفه وشويه ملح وسكر وزنجبيل شويه. لما تكرمل لما لا بنحطون كل شيء مع بعض، بنحطون زيت وشويه قرفه اللي هي دارسين، شويه فلفل اسود، شويه زنجبيل، شويه كركم، وبنحطوا سكر شوية ملح وسكر كتير لأنه هذه بتكون سويت، وبنخليها على النار لين تنزل. ماشي. بالنسبة لهني هذا هو مرق الكسكسو اللي راح نبلل به الكسكسو. يعني احنا بنقول كسكسو لكن هنا بيقولوا كسكس، هذا كسكس بالدجاج. ففي هنا دجاج مع بصل مع زيت مع شوية سمنة مغربي مع كركم اللي هو خرقوم وفلفل أسود وزنجبيل وملح. اوكي بنخليهم مع بصل، بنخليه لين يتشوح الدجاج وعقب بنزيد مي لين ينطبخ على راحته، وبنحط القرع على حسب انتم شو تبون. هنا في قرع احمر قرع اخضر، ما حطينا البطاطا السويت لانه في ناس تحبها وفي ناس ما بتحبها. لين تستوي شويه وبعدين بتحطون قزبره وبقدونس، بس مو مفرومه، لا مثل الصحيحه باقة مثل شيء، بتجمعونها بخيط وبترمونها وسط جسمه، وبتزيدين يا إما طماطم محكوكة أو ثلاثة طماطمات أو اثنين محكوكة أو ملعقة معجون إذا ما عندك طماطم. هذا بيتسمى كسكاس. هذه المرحلة الثانية، بللناه مي وبنخلي لين يشرب شوية، وعقب بنحطه هني، بنحطه على المفروض على مرق، بس إحنا عدنا البرمة، البرمة هي الماعون اللي تحت. هذا اسمه كسكاس، احنا عندنا هذا الماعون صغير وهذا كثير، فبنقسمها لين يطلع البخار وبنشيل كل مره مع بعض. يلا بسم الله نحط كذا، ما لازم يكونوا في كور، الحين شفتي لازم يكون عادي. بسم الله لازم نخلي له مساحه وين يتنفس شويه، بنزيدها شوي تمام، وبنحطه على النار لين يطلع البخار. ماشي دقيقة. تمسكين هذه، المفروض هني يكون مرق، بس لأنه قلت لك كيف ما وضحت لك هذا لأنه صغير المفروض يكون معون كبير، فلأنه صغير راح نقسم المرق راح نخليه ينطبخ بروحه. وهنا حطينا بس ماي المغلي وبنحط عليه الكسكس لين يطلع البخار من هني، خلاص بنحس انه عفى انه استوى. فعدنا كم مره راح نقسمه؟ ماشي